أنت قاضي، أنت تقول أنه تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس النواب كان خطأ، كان خطأ مخالفة دستورية، وإقرار للاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب ومجلس النواب أيضا خطأ. اللي حصل بعد ذلك شنو؟ أيضا المستقيل هو واحد فقط اللي هو عادل عبد المهدي. المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء تنص أن الرئيس، ويقصد به رئيس مجلس الوزراء، يقدم طلب إعفاء إلى رئيس الجمهورية. واضحة المادة، تقرأ وتكتب. صحيح بالدستور ماكو، ما تلقاها بالدستور، تلقى بس سحب الثقة في مادتين 81 وتلقاها في المادة 61، لكن لن تجد شيء اسمه الاستقالة. الاستقالة وين وردت؟ وردت بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء. زين، الفقرة باء شو تقول؟ تقول نواب رئيس الوزراء والوزراء والدرجات الخاصة يقدمون طلب إعفائهم إلى رئيس مجلس الوزراء. هم ما استقالوا، ولكن رئيس مجلس الوزراء طلب من عندهم أن يقدمون استقالات، وقدموا استقالات. طيب هو عبد المهدي طلب استقالته شخصيا أم استقالة حكومة؟ لا، هي المفروض استقالته شخصيا، والاستقالة تختلف عن الـ 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 الإقالة أو الأحكام سحب الأخرى الثقة. أو سحب الثقة. سحب الثقة على المادة 81، هذا وين يودينا هذا التصرف الآن؟ بس خلينا نكمل الفكرة. سحب الثقة على المادة 81 اللي طلب رئيس الجمهورية ويسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، يصير هو مكانه لمدة 15 يوم يدير رئاسة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، ويدعو بعد ذلك الكتلة النيابية الأكثر عددا إلى أن ترشح بديل، أو أن تجري استقالة سحب الثقة من الوزارة في مجلس النواب بعد استجواب، وتتحول الحكومة إلى حكومة. ماذا يترتب على هذا؟ أنا ما أفهم شنو معنات حكومة تصريف أعمال بعد عملية الاستقالة. الاستقالة شلون شمر العريضة علاء العلوان وزير الصحة ودار وجهه وراح؟ خلص أنا قدمت استقالتي وانتهى الموضوع، أنا ما عندي علاقة بعد مع الوظيفة، أنا ما عندي رغبة أن أستمر بالوظيفة، فشمر عريضته وراح إلى سويسرا، رجع كما كان. فأنا ما قاعد أفتهم هذا اللف والدوران على هذا الموضوع. فإن كان هذا الموضوع هو موضوع صعب وبإشكالات كبيرة، أتمنى على الأخ الحلبوسي أن يوجه رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا، يقولهم هذا الواقع الذي وقعنا فيه، لأنه أنتم تطلبون أن المحكمة الاتحادية العليا تقول يجب أن تكون الجلسة الأولى تنولد بها هاي الكتلة، وإحنا هسه ما عندنا جلسة أولى، صار لنا بالميديا.